مستمعينا لفاضل التالي والنماس لجميع الفايزين واشواطنا متواصلة ضمن هذا المهرجان، مهرجان الملك عبد العزيز، متواصل انطلاقات والتحديات في ثاني ايامنا للسن الحقائق. اذا المتابعين الكرام شوطنا القادم بصوت الزميل رايد الضيوفي. شكرا عبد الله الهاجري. اذا انطلاقاتنا مستمره في هذا الصباح الجميل، في هذه الاجواء الجميله، في هذا المهرجان الجميل، مهرجان الملك عبد العزيز طيب الله ثرى هنا في ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن. هنا الانطلاقات تتواصل، تنطلق شوط يلي شوط آخر بانطلاقات ثاني الأيام لهذا المهرجان، انطلاقة سن الحقايق ومسافة 4 كيلومترات هي المسافة المحددة والمقررة للقعدان الحقايق. شوطنا الثامن ينطلق، لننطلق لنتابع البداية الأولى. أبناء الدوحة ينطلقون مع انطلاقة زاهي عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري، يقدم لنا انطلاقة زاهي بأدائه الباهي مع المقدمة الأولى، باحثا عن النقطة الغالية والثمينة في مهرجان الملك عبد العزيز. التسلل والانطلاق وصل جبار والشعار صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت القادم من دولة قطر، القادم والعاني والمشارك معنا ومن غير للصدارة المركز الثاني. أتابع جماح القادم مع فهيد بن جرل بن سالم بن فهيد المكسور يأتي مع المركز الثاني، المركز الثالث. أتابع القدوم، تابع الصداوي وشعر حابس بن سعيد بن مناور الرمال الشمري القادم والحاضر ومن غير للصدارة الصداوية، المركز الرابع. أتابع القدوم مع الواصل من يتواصل بشريجة ليقدم لنا الواصل جار الله بن سالم بن مسعود بشريجة، يقدم لنا الواصل إنجازاته مع المركز الثالث. رابعا شعارك يا المكسور يقدم جماح المركز الخامس. أتابع من تسلل من حضر جبار يوسف بن مهنة بن هلال السعدون. إذن هكذا نعود بعد إتمام الخمسة المراكز على مسامعكم، نعود إلى البداية لنتابع حابس بن سعيد بن المناور الرمال الشمري يقدم لنا الصداوي، الصداوي الصداوي تقدم بعد حيي القادم من حايل، القادم من ميدان حايل، أبناء حايل يطالبونك ولكن بشريدة قادم مع الواصل ليتواصل بأداء، ليتواصل بعطاء مع المركز الثاني. يشكل الضغط، يشكل الخطر على شعارك، على شعارك يا راعي الصداوي. يصل بشريدة قادما مقدم لنا الواصل جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة، أبناء دولة قطر القادمين ومن حضر أيضا وصل بن عقيل، يقدم لنا جبار صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت، ولكن الكل
الكيلومتر الأخير والخطير، والانتصار بدا بالاقتراب من المقدمة، ولكن انطلق أبو شريدة عندما رأى الكيلومتر الأخير تقدم ليتقدمون أبناء الدوحة مع أبو شريدة الواصل، لكن الصداوي ورا براية بدأ بالاقتراب، وشعار انطلاقته في هذه اللحظات رعد سعيد بن علي بن سعيد بن راية البريس المري، رعد قادم بالرويشد أيضا، ولكن بشريدة شرد راح بالانتصار إلى الدوحة عن نبي ويا عذابي، انطلق بشريدة الواصل وإن لم تخن الذاكرة إنه صاحب نقطة بالتمهيدي. مشكور يا بشريدة على هذا الأداء. جارك الله من صوادي في الإقدار. مشكور يا أبو سالم، سلمت يمينك يا راعي مشكورة، مشكور باسمي وباسم الجمهور. نعم إلى الدوحة، جار الله يا بن سالم يا بن مسعود. نعم هو السعيد في مهرجان الملك عبد العزيز. إلى الدوحة السلامات، معك يا أبو شريدة والأداء الكبير والعرض المميز قدم لنا الواصل جار الله بن سالم بن مسعود أبو شريدة. شعار مشكورة يأتي ليقدم شعاره المركز الثاني ولحظات وصوله مع المركز الثاني، وقدم لنا الأداء مع ثاني المراكز شعار رعد وسعيد بن علي بالراية المري من قدم لنا شعاره مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث أتابع في هذه اللحظات ولحظات الإعادة ولحظات الإفادة مع مخرجنا العزيز أسامة الهواري. إذن لحظات الإعادة، لحظات الفوز والنوماس لك يا جار الله يا بن سالم يا بن مسعود يا أبو شريدة. قدم الواصل ليضيف النقطة إلى نقاطه إلى سجله الحافل بالإنجازات، يصل إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. 6:26 34 جزء من الثاني. مشكور يا بشريدة، مشكور على هذا الأداء. المركز الثاني يترعد وقدم الأداء الكبير. مشكور يا سعيد يا بن علي بن سعيد يا البريس المري، قدم لنا الأداء الخطير مع المركز الثاني. وست دقائق 33 ثانية 35 جزء من الثاني. المركز الثالث التحفيظ بسعيد بن ناجي الغفراني المري مع الطامي. 6:37 97 جزء من الثانية. المركز الرابع الأسد عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الفايد لجني، قدم للأسد. المركز الخامس أتى شعر عبد الله بن مسفر بعلي بسفران المري مع زاهي تهانينا.